A uniform beam is hinged at one end and held in a horizontal position by a cable as shown in figure. Pull the tension in the cable. ده بيدرس التنشن ان ذا كيبل. احنا عندنا هنا مثلا لو النقطة دي O هيبقى في عندنا O Y و O X، وهيكون ال M G في الحتة دي اللي هو الوزن، وهنا في تنشن، هنا في ثيتا. هحلل التنشن ده، كوساين مش هيعمل حاجة، والساين اللي هيضرب في ال L كاملة، المسافة دي مقسومة على اتنين، ده ال على اتنين وده ال على اتنين. طيب هيبقى سيجما التورك عند ال O يساوي صفر. هو بيسألني على المسافات، أنا هشرح وبعدين أقول لكم الخيارات ايه. هيبقى ماينس W في ال على اتنين زائد T ساين ثيتا في ال يساوي صفر. طيب دلوقتي بيسألني ال ايه هتروح مع ال، طبعا هتبقى التي ساين ثيتا بتساوي دبليو على اتنين. طيب يبقى التي علاقتها بالدبليو نصه بس مقسوم على ساين ثيتا. هو بيسألني بيقول لي must be at least التنشن بقى، وبيسألني على التنشن ان ذا كيبل must be at least half of the weight of the beam no matter what the angle of the cable. يعني لو الزاوية دي مثلا 80 درجة هقول W على 2 على ساين 80 يزيد شوية. طب لو كانت 90 درجة يعني رأسية كده هيبقى ده واحد، هيبقى W على 2. كل لما الزاوية دي تقل يبقى T W على 2 ويزيد شوية. هو W على 2 ده أقل شيء ويزيد لأن الساين بيكون أقل من واحد، يعني T هتساوي نص W اللي هي W على 2 على ساين ثيتا. لو الثيتا بواحد هيبقى نص W، لو الثيتا خلاف ال 90 درجة هيبقى T أكبر من أو يساوي نص W. فهو بيقول لي هل هو يا ترى على الأقل نص W أو أكثر طبعا. فبيقول لي must be at least half of the weight، ده الكلام ده صحيح. could be less، لا مش ممكن، مش ممكن يبقى less. ليه؟ لأن الثيتا أكبر شيء فيها أكبر ساين واحد فيكون نص، ولو صغر ده يزيد، فمش ممكن التي تقل تزيد، فالكلام ده مش مظبوط. will be half the beam weight for all angles، لا طبعا كل ما الزاوية 90 درجة بس يكون نص W، غير كده يزيد. will equal the beam's weight for all angles، لا الكلام ده غلط والكلام ده غلط، مفيش إلا الإجابة دي الصحيحة اللي هو هيكون يا إما نص W أو أكتر من كده، نص W لو كانت الثيتا ب 90 وأكتر لو خلاف كده.